السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين. اليوم متابعين بوريكم رسومات زمان، يعني حق زمان، مش زمان قوي، يعني حق سنة في 4 شهور هكذا. همشي هذه أولهم رسومات، فحنبدأ بأول واحدة وهي هذه. وهذه أول واحدة متابعين، ونفتحها أول واحدة. دان دان دان. طبعاً أول حاجة مكتوب أنا وأختي، وبعدين طبعاً أنا رسمت هذا الكرتون حق أنا وأختي. هذه إيش اسمها؟ هذه فرح، هذه ميمي صح؟ فرح ميمي. بس أقول لكم الحاجة اللي حسيت أنني أبدعت فيها، الأصبع هذه والله أنني أبدعت فيها من هذه. واو بيرفكت والله. بس متابعين هذه أول رسمة. الآن الرسمة الثانية، ثاني رسمة متابعين، مكتوب سيدرا وهي بنت خالتي، وهذه إيلين وهي أنا، وهذه سيلا وهي سيلا بنت خالتي والكل. طبعا متابعين معهم قنوات هنا والكل. سيدرا اسمها حق القناة سيدر تيوب، وسيلا اسمها حق القناة مسك تيوب. فلا تروحوا تشاهدوهم، أنا بكتب لكم أسماءهم في آخر الفيديو. يلا عن الرسمة الثانية. بوم متابعين، هذه ثاني رسمة متابعين. هذه ثاني رسمة. شوفي مكتوب، شوفي من بنهاجي. أوكي هذا مرة جد يعني. أوكي مكتوب بي إف إف بي إف إف. طبعاً متابعين يعني صحبات الثلاثة، يعني أيوة أنا أظن، وهذا ثلاثة قلوب زي ما أيوة يعني نفس نفسي. والآن أوريكم الرسمة. أولاً هذا هو الميح، بعدين دان دان دان. هذه الرسمة متابعين. طبعاً ما هيش حلوة، زفت زفت صح زي ما زفت. يلا الآن الرسمة الثانية. طم تحتك متابعين. عادية يعني كل واحد يكتب رسمة. شوف شوف شعر، واو شعر، وهي اللون الزيتي ده. عيون، العيون كم ماما. همشي يلا انا الرسمة اللي بعدها. طبعا يا متابعين هذه الرسمة تعتبر احسن رسمة، وهذه الرسمة اللي ابدعت فيها جدا جدا جدا، وهي هذه سالي. مكتوب سالي أنا. شوف شوف هذا هو سالي، وطبعا كتبت اسمي عشان يعني هذا أنا اللي رسمت عليه. توقيعي الغريب العجيب والله ما أعرف إيش هذا، خصوصا بالعربي. شوف عيونها، وهذه الرسمة متابعين إن شاء الله عجبتكم. أنا هذه تعتبر أحلى وأجمل رسمة في العالم. يلا للي بعد. هذه أصلاً تعتبر رسمة، يعني هكذا قلت. كان يوم من الأيام كنت بنحس بالملل، فشفت وردة في اليوتيوب، قلت لا هذه ما هيش وردة صح، مش رسم وردة صح. بس قلت يلا أنا الرسمة اللي بعدها وهي مرعبة. دان 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 دان. تيودر، هل تتجرأ أن تدخل هذا البيت؟ شوف أنا مجنونة شوي، شوفوا الدم مش دم لكن هذا اللون بس. طبعا يا متابعين تقولوا لي كيف يعني ليش فكرتي في هذه الرسمة؟ أنا كنت بلبس الفيلم روب يس، أو فيديو مرعب من توكا بوكا، أو فيلم كذا من روبوكس توكا بوكا روب، فقلت خلاص شرسم لي رسمة مرعبة. فيلا اللي بعدها. قم بحتك تابعين. هذه ما تعتبر رسمة، تعتبر أنا لما كنت في ثالث أو رابع، الآن كنت في خامس. أمجي لما كنت في رابع أو ثالث، المس حق الآرت تدس لنا كل واحدة هكذا،
ونلونها. انا لونت حقي هكذا دن دن دح بوم بحش كده. اح واو 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 واو. اخترت اللون بنفسجي ولونت النجوم وكتبت اسمي وكل حاجة. ولو عجبتكم الرسمة التلوين اكتبوا لي في الكومنتات. يلا انا الرسمة اللي بعدها بوم بحرين. طبعا يا متابعين ايشو اي هذه الرسمة تعتبر 3D. طمطحتك حتى كتبت 3D حتى ال 3D معوقة. امشي اللي بعد. شوفوا يا متابعين واحد اثنين ثلاثة كأنه عاملين كش ادخل شدخل هذه الرسمة يا متابعين كأني 3D. يلا الان اللي بعد. والله ما اذكر يا متابعين لو كنت بين بسر هذاك اليوم فيلم توكا بوكا او روبلوكس محزن ورسمت هذا الرسمة. طبعا اليد لا اليد انسوها انسوها ولكن هي موجودة الحقيقة. هذا الشيء اللي ابدعت فيه. رسمت سكينة وعيون تبكي تيريريري حتموتي تيريريري. طبعا اليد معوقة والأظافر أطول من حياتي حتى. أمش الآن يلا للي بعدها. تشك تشك أح أح طبعا يا متابعين هذاك اليوم أذكر من صف ثالث أو رابع أيوه رابع المس قالت لنا كل واحدة ترسم في البيت أح ليلة كمان رسمة قد حد الوان. يلا هوريكم الرسمة. طبعا أنا من اليمن لذا بشوف هذا الرسمة. طمطحتك تكح يد بتخرج من الأرض وتحمل ايش اسمه وتحمل علم اليمن. أنا طبعا متابعين من اليمن بصروا أنا اللي ابتعت فيه هذا وهو بتخرج يعني كأنه مكسر هذا زي ما تريد على ما تعتبر عندي وبصروا كيف ابتعت فيها. طبعا يا متابعين اليد الاصبع هذه ما اقدرش ارسمها فخليت اخي اسلام اللي معه كنا وانا حق السبسكرايبرز اكثر منه. واشكركم قوي جدا 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 يا متابعين لان انتم خليتوني افوز على اخي. ان شاء الله افوز على 1 مليون مليون يعني وهو ايش هو وكم هو اصلا والله ما عارفه بس انا اكثر منه. شكرا لكم يا متابعين. وين الان الرسم اللي بعدها. الثانيه 3D طبعا وهذه الثانيه يا متابعين 3D كانه سلم لا تحت. والله ما عارفه ايش هذا تحت الجبل ولا هذا سلم تحت ما هو والله بس اللي بسرعدني بالضحك ما هذا يا هذا والله ما انا عارف. بس هذا الرسمة 3D بس هذه أحلى من 3D الأول صح عميقة أكثر على ما أظن. أمشي متابعين يلا الآن الرسمة اللي بعدها. طبعا يا متابعين الرسمة اللي بعدها هي رسمت رسومات لحالهن في ورقة كل واحدة في ورقة لحالها بعدها لصقتن كلن في ورقة واحدة. شوفوا تنتكت أول واحد هو هذا والله ما عارفة إيش اسمه. ثاني واحد هذا والله ما انا عارفه ايش اسمه شتمي الاصلع وهذا ثاني واحد جمبول جرامبول كيك الله اعلم ايش اسمه. اللي بعد هذا ما انساش اسمه بسيط الله هذا حبيبنا هذا ما انساش اسمه يا متابعين. امشي اذكر انني رسمت كل في ورقه واحده لكن اوريكم الدليل. شروا خلصوا هذا اول دليل ثاني دليل ترى اللصقة باينين بس اللصقة تحت هذا ثاني واحد هذا لصقته قوي يعني ما يبان قوي اها هذا لصقة بس. يلا الان لاخر رسمة شكتك بحبح سبونج بوب. طبعا هذا الرسمة كنت غبية جدا 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 فكتبت كل الألعاب اللي أحبها ونسيت أهم لعبة وهي روبلوكس. مدري ما عليها كذا ذكر اليوم يمكن ما كفيش اللعبة ولا أي شيء.
فعلت كل الالعاب الا روبلوكس. الله يهديني بس اول واحده طبعا احلى واحده توكا بوكا. قولوا لي متابعتك في كومنت امانه كيف خطي قلت صح. ثاني واحده بيكاكسي طبعا هذه اهم لعبه قد حلفتها ماشي. يويا بزي لوف بليز بزي لوف الله يعني يويا بزي لايف ورلت best games ever وين هي تك تك بومبا ثلاث قلوب لهذا الالعاب الجميلات الكيوتات. مهم شيء متابعين اكتبوا لنا في اكتبوا لي في الكومنتات ايش احلى لعبة هذه تكورد او PKXT او يويا بازي لايف وورلد. اكتبوا لي في الكومنتات وهذه اخر رسمة متابعين شو اخر اي رسمة هي. طبعا هذول المتابعين كنت بين ارسم ورسمت في المكتب قلت الله بدل ما ارسم في الورقة قلت اختراع جديد ارسمه في المكتب. اهم شيء يضحك اللي بعده ما في شخص مع السلامة. هذا اخر شيء بس قلت اوريكم هذا القلم السحري شوفوا افتحوا كما تعرفوا كيف ليش بنعلمكم كيف تفتحوا الانسان يعرف اصلا يفتح انا بس اللي ما اعرف افتح. اهم شيء اكتبوا اي حاجة ما يبانش صح. اهم شيء بسرعة بسرعة الآن حيبان انزل هذا اوكي ما بنش فعلا انا اوريكم انتبهين هاني كتبت بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لا تخدمني وضعي ما شفت بعش لايك كتبت سبع سواء هذي لايك اوكي قد شوفي متابعي لايك طبعا خطي زفتانة بس شوفوا هذا ال L هذا ال I هذا ال K وهذا ال E أهم شيء متابعين لو عجبكم يلا